انعقاد القمة العربية في هذا الوقت بالذات يحمل العديد من الدلالات السياسية للخروج من الأزمات التي عصفت بالوحدة العربية. فلم الشمل العربي أكثر من ضروري بعد أن غاص وأغرقته المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية. الجزائر ستحتضن هذه القمة في الفاتح من نوفمبر في وقت تزامن مع تاريخ اندلاع ثورتها المجيدة، في رسالة واضحة أنها قادرة على تنظيم أي تظاهرة كانت وترفع التحدي للملمة الجراح. فرئيسها عبد المجيد تبون، ومنذ انتخابه لم يترك أي باب للصدفة، وقد أكد أنه يتطلع بأن تكون القمة العربية 31 ناجحة، بالنظر إلى أن الجزائر ليس لديها أي خلفية من وراء تنظيم هذه القمة ما عدا لم الشمل العربي بعد التشرذم الكبير الذي وقع في العلاقات بالسنوات الماضية وظهور نزاعات وخلافات بين بعض الدول العربية. كرونولوجيا الأحداث تسارعت في الآونة الأخيرة، أين حل ممثلو السيد رئيس الجمهورية في عديد الدول العربية لتقديم الدعوات لقادتها للمشاركة في هذا الحدث المهم الذي احتضنته الجزائر من قبل، وها هي اليوم تستعد لاحتضان القمة الرابعة في تاريخها. حدثين هامين سبقا هذه القمة. الأول كان استقبال الإخوة الفلسطينيين في الجزائر في صورة معبرة كان بطلها رئيس الجمهورية حين جمع بين الإخوة الفرقاء في العاصمة وتحت سقف المكان الذي أعلن فيه قيام دولة فلسطين قبل 4 عقود. والحدث الثاني هو ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية المقبلة في الجزائر ستشهد حضورا رفيعا للقادة العرب، وسيكون الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في استقبال القادة الذين سيفدون إلى الجزائر عشية انعقاد القمة. الرتوشات الأخيرة وضعت والكل ضبط عقارب ساعته لتكون قمة لم الشمل هي حقيقة يد واحدة لتحقيق ما غاب أو ما غيب عنه العرب في فترة سابقة، وتكون الجزائر وبلد المليون والنصف مليون شهيد شاهدة على تغيير التاريخ.